بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. تحل بركاته على جميعنا من الان والى ظهر الدور كلها امين. انجيل هذا الصباح المبارك من معلمنا يوحنا الحبيب، وهو بيعلن لنا صراحه على فم فدينا ومخلصنا والهنا يسوع المسيح ما سيصيبنا في هذه الحياة وفي هذا العالم. والله لم يوعدنا لا بمراكز ولا بوظائف ولا بغنى مادي ولا بأملاك في هذا العالم، لكن قال لنا صراحة لكم في العالم ضيق، لكم في العالم ضيق، لكن ما سبناش كده في وسط الضيقة وتخلى عننا. احنا ممكن نعمل كده مع اولادنا كبشر او مع اصحابنا والمقربين الينا، لكن الله مش ممكن. الله اب حنون، عشان كده يقول ان كان لكم في العالم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. العالم بكل ما فيه من شر ومن خطيه ومن انام ومن ضيقات هو تحت قياده وامر وتعليم الله. فنخاف ليه؟ ما نخافش. هو لم يوعد بانه هيوقف الضيقات وينهيها، ولكن ادينا وعد بالانتصار عليها. وانا عايز اقول لكم على ليه الضيقات والناس بتشوفها ازاي. في ناس طبعا اما بتحصل معاهم ضيقه او تجربه ممكن ياخدوا موقف ايوب ويقولوا له انت فين يا رب؟ ليه بتبعد في اوقات الازمات واوقات الضيقات؟ وقعد 40 اصحاح يسال ربنا ليه بتعمل كده وسيبنا في الضيقه ليه؟ واصحابه المقربين اليه اذلوا نفسه وتعبوه، وبدل ما يعزوه في شدته وضيقته وتجاربه اللي وقع فيها تعبوه نفسيا جدا. لكن ايوب طول الوقت كان عايز يعرف من ربنا، وربنا في النهاية عرفه ان ده كان لخيره ولصالحه. لان ان كان في الاربعين صح او في المدة التجارب والضيقات السنين العديدة اللي عداها جوه التجربة لم يتخلى الله عنه ولا سابه، كان واقف جنبه باستمرار. وحتى كانت تصرفات الشيطان في تجربة أيوب كانت بإذن وسماح من الله، وكان ربنا حاطط له حدود جرنس يقول له ما تعملش دي إلى هذا الحد وتقف، اوعى تمد إيدك على نفس أو روح أو عقل أيوب، دي حدود. فإحنا لازم نبقى عارفين ومطمنين إن مهما اشتدت التجربة أو الضيقة علينا إن لها حدود لا يمكن تزيد عنها. عشان كده يقول يعطي مع التجربة منفذ، يعطي المنفذ عند وقت احتياجنا ليه، لأن ربنا طيب وحنين. هو عامل زي الطبيب الجراح اللي عارف فين الداء وفين المرض اللي يأذي وممكن يضيع صحتنا كلها، فيمد ايده ويبدأ يجرح وينظف ويشيل علشان مصلحتنا. ممكن في الوقت ده احنا شايفين الدكتور على انه عدو، على انه بيتعبني بيوجعني بيؤلمني بيجرحني، لكن الحقيقة هو غير كده، هو بيعمل لخيري ولصالحي. ففي ناس
تبقى مش عارفة وتتعب وتصلي وتصرخ ليه يا رب انت بعيد وليه سيبني لوحدي، لماذا تبتعد في وقت الضيق؟ لكن ربنا حنين وجنبك وهيرد عليك وهيقول لك. وفي ناس تستسلم بروح الاتضاع والثقة الكاملة في ربنا، تقول أنا عارف، أنا عارف السبب، التجربة والضيق بالنسبة لي هي عصا تأديب من ربنا، ربنا بيحبني، ولأنني أخطأت كثيرا وملت عن الطريق فربنا بيأدبني وبيوبخني، عايز يرجعني الطريق المظبوط. فيسلم أمر حياته في إيدين ربنا وهو مطمن، كطبيب شاطر عارف بيعمل إيه، يقول له أنت عارف يا رب أنت أدرى مني، أنت هتروح للطبيب وتقول له أعمل لي كذا وكذا وكذا، ولا بتقول للطبيب اللي أنت شايفه فيه صالح لي أعمله؟ فاللي بيؤمن بربنا بثقة كاملة في عمل الله وحنيته ومحبته وأبوته لينا، أما يدخل في ضيقة يركع ويصلي ويقول له يا رب أنا عارف إن ده عصا تأديب وأنا قابله بفرح، لكن أعطيني قوة الاحتمال واديني إن أنا أستفيد من التجربة، أتعلم، أخرج فيها بدروس مستفادة، أخرج بحياة جديدة، فلا يتذمر ولا يتضايق من التجربة ولا يعترض على عمل الله معاه، لكن بمحبة كاملة بيقبل زي ابن خاضع ومطيع لأبوه وأمه ويقول له أدبني يا رب، أدبني علشان أبقى ابن كامل. لأن ربنا لما بيحب إنسان يأدبه، عشان كده يقول كثيرة هي أحزان الصديقين. طب الصديقين يا رب سيبهم يتعبوا ويحزنوا ويتألموا ليه؟ ما دول ناس صديقين، يقول عشان أسقلهم إلى ما هو أحسن، عشان أنقيهم أكتر، عشان أرفعهم لدرجة أحسن من اللي كانوا فيه. فلما تبقى أنت في موقف زي كده افرح إن ربنا بيحبك. أفتكر قصة لواحدة ستة غلبانة، كان بيروح الأب الأسقف يفتقدهم كل مرة كده، في مرة في السنة يعني، وهو بيلف على البيوت ويلف على القرى يفتقد الناس، والست دي كان يروح لها تقول له أنا فرحان أن ربنا فكرني. ليه يا ماما فاكرك إيه؟ تقول له يجيني في وقت كده وياخد غنمة من غنماتي تموت، فحس أن ربنا بيأدبني وبيوبخني علشان أتوب وأرجع وأتنقى من أعمال غلط أكون وقعت فيها أو فكر شرير غلطت فيه. وفي مرة راح لها الأب يفتقدها فقالت له أنا زعلانة جدا من ربنا، قال لها ليه يا ماما؟ قالت له عشان لم يؤدبني هذا العام، ما خدش الغنمية اللي تعودت إن في كل مرة في غنمة من عندي بتموت. هو ربنا زعلان مني ليه يا سيدنا؟ صليلي. فالإنسان البسيط دايما مسلم حياته بالكامل لله ويشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ويشكر في الضيقات وفي التجارب ويقول له يا رب أنت عارف مصلحتي فين واللي أنت شايفه صح أعمله. أنا واثق في النهاية من النتيجة انك انت مش هتسيبني ابدا ولا تتخلى عني. وفي للأسف نوع ثالث متذمر، مش عاجبه حاجة خالص، مش عاجبه ودايما بيحتج وبيعترض حتى لو ناقصه حاجة ملهاش لازمة. اشمعنى جاري يجيب وانا ما اجيبش؟ اشمعنى اختي تشتري وانا ما اشتريش؟ اشمعنى ده يبقى عنده وانا ما عنديش؟ هو ده اللي تعبك ومضايقك ومش عارف تشكر على كل اللي عندك؟
ليه بتتذمر؟ ليه عامل لنفسك مشكلة من مفيش؟ أحبائي اقبلوا كل ما أنتم فيه بفرح وبشكر. ده يعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. نفرح؟ اه نفرح، لاني انا لازم ادرك واتاكد بثقه كامله في محبه الله وان اي تجربه بتجيني فيها خير ومصلحه ليا، فيها خير ومصلحه. عشان كده السيد المسيح النهارده بيطمنا في انجيل باكر، يدينا التطويبات الجميله، طوبى للجياع والعطاش لانهم هيشبعوا، وطوبى للحزانة الآن لأنهم هيفرحوا، وطوبى لكم إذا اضطردوكم واضطهدوكم وعملوا معاكم كل شر، لأن هيبقى لكم مكان أعظم وأعلى وأكبر في السماء. فربنا بيدي التعويض، لكن لازم يكون ليك أنت الثقة الكاملة فالله اللي بيدي وبيعوض وشايفك وانت جوه الضيقه وبيرتب لك الهديه الحلوه الاحسن اللي هتاخدها. لكن اقبل بفرح وشكر وانتظر عمل الله حتى ولو بعد وقت وبعد زمن. لكن الله ليس بظالم، مش ممكن يضيع حقك ولا يضيع عليك اجره تعبك، مش ممكن ابدا. اتعب هتاخد مكافاه حلوه منه. وبعدين في انجيل النهارده يدينا مثل يقول الست لما بتيجي تولد بتتعب وبتتالم وتقعد تصرخ، لكن اول ما ولدت بتنسى الالم كله وتفرح لان بقى في معاها انسان في الحياه. فاحنا لازم في حياتنا نقبل الالم بشكر، واثقين ان في ابديه وان في حياه هناك فيها مكافاه اعظم، حيث يمسح كل دمعه من العيون. هناك مفيش الم، مفيش بكاء، مفيش حزن، مفيش خساره، مفيش مشاكل تاني، انما في فرح مستمر. فيا ريتنا النهارده في وسط ضيقات هذا العالم اللي احنا عايشين فيه نفرح ونسلم الامر باتكال كامل لله، واثقين في ان هو معانا جوه التجربه. لم يعد الثلاث فتيه بان هم لو اصروا على محبتهم وعبادتهم ليه هيطفلهم لهيب النار او هيغير قرار الملك، لا، لكن عمل ما هو اعظم من كل ده، دخل معاهم جوه الاتون وضلل عليهم بإيديه فلم يصبهم شر، وكانت النتيجة إنهم أخذوا كرامة عالية ومجد كبير، ونادى الملك وقال لا يوجد إله أعظم من إله سدراك وميساك وأبدناغو، هو ده الإله اللي نعبده، وإداهم مكانة كبيرة في الدولة. ده عمل الله يا أحبائي. ما تنتظرش إن هو هيلغي عنك الضيقات، ولكن هيتمجد في كل ضيقة ويعطيك بركة كبيرة جدا ما كنتش تنتظرها. فاقبلوا بفرح وبشكر الضيقات اللي بتحل بيكم وما أكثرها في هذه الأيام، لكن احنا شاكرين عمل الله معانا لأنه بنحبه بيضلل علينا دايما بإيديه وينجينا. يعطيكم الرب بركة ونعمة، ويعطيكم الفرح الدائم والقوة في اجتياز كل التجارب والضيقات، لإلهنا المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.